هنروح سريعا لأبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. واشنطن بوست الأمريكية سلطت النهاردة الضوء على نقل المركبة السادسة والأخيرة واللي بتخص الفرعون الشهير توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير بالقرب من الأهرامات في الجيزة. هذا الحدث طبعا أذيع النهاردة على الهواء مباشرة وكان محط أنظار مش بس مصر لا كمان العالم أجمع. الجريدة بقى بتقول إنه تم نقل القطعة الأثرية واللي وصفتها بأنها لا تقدر بثمن واللي تم نقلها في القاهرة يوم السبت مع حراسة تابعة للشرطة العسكرية. طبعا هذا الكلام على لسان الجريده لان المفروض ان هو تم السبت فهي بتنقله على اساس ان هو حدث تم السبت كان بتنقله ان هو طلع بكره يعني. قالت ان هو تم نقله من المتحف العسكري الوطني المصري الى مكان الاستراحه الاخير في المتحف المصري الكبير. الجريده الامريكيه اشارت الى ان المركبه هي احدى السمات الرئيسه للمتحف العسكري لاكثر من 30 عام وهو الان يجلس بين اكثر من 4500 من عناصر توت في المتحف المصري الكبير. كمان أشارت الجريدة إلى أنه تم تخصيص حوالي 7000 متر مربع لأمتعة الملك توت عنخ آمون في المتحف الجديد واللي بيضم الآلاف من القطع الأثرية اللي بتغطي مختلف السلالات في مصر القديمة. وكالة رويترز البريطانية سلطت الضوء على الانتخابات في تونس وقالت ان تونسيين سيصوتون يوم الاحد النهاردة يعني او غدا صباحا في اول انتخابات بلدية وصفتها الوكالة بالحرة ودي في خطوة اخرى في التحول الديمقراطي الصعب. الوكالة قالت انه منذ فترة طويلة افسح الحماس للتغير الديمقراطي الطريق للغضب من مستويات المعيشة المنخفضة ولدفعت بعض التونسيين لعبور البحر المتوسط في رحلات الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالاخطار الى اوروبا بحثا عن عمل كما دفعت قلة من السكان للتحول إلى التشدد.